يعني هذا الموضوع قديم جديد في مخيم جنين. الاقتحامات منذ عام 2002 وما قبل في هذا المخيم، وهي اقتحامات مستمرة لهذا المخيم من أجل ضرب موضوع اللاجئين وقضية المخيمات. لكن الرسالة واضحة جدا للاحتلال الإسرائيلي بأنه يحاول إرباك الوضع الفلسطيني الداخلي، ويحاول توجيه رسالة المخيم جنين بأن هذا المخيم الذي رسم أسطورة فلسطين الخالدة في معركة نيسان 2002 يحاول أن يزعزع الثقة بهذه المعركة في الأجيال الجديدة. لكن هذه الأجيال التي ولدت من تحت الأنقاض، من تحت أنقاض معركة نيسان، تؤكد بأنها ما زالت قابضة على الزناد، ما زالت متمسكة في وحدتها، ما زالت متمسكة في بندقيتها ومقاومتها حتى يزول هذا الاحتلال. الرسالة واضحة جدا بأن العين بالعين والسن بالسن، شباب وأطفال ونساء يدافعون عن أهليهم وذويهم وأرضهم في مخيم جنين لن يلاقي هذا الاحتلال الورود، سيلاقي الرصاص والمواجهة في كل دخول له إلى هذا المخيم.